مطبخنا النهارده فيه صديقتنا راوية ابو عوض، وراوية عامله لنا حاجتين اجمل من بعض، والاكل بسيط وسهل عشان كل اصدقائنا يلحقوا يعملوه لو هم مش فاضيين. هتعمل لنا فتة حمص، وهتعمل لنا جلاش هو صوابع جلاش بالكراميل والتمر، والاثنين اجمل من بعض. اهلا بيكي يا راوية. ارحب بيكي الاول، منوره انا مدام راوية. ربنا يخليكي يا منى، ميرسي. هنعمل ايه الاول؟ نعمل الفتة، فتة الحمص. يلا قولي مقادير. مقادير فتة الحمص: عيش لبناني مكعبات، كوبايتين حمص مسلوق، حزمتين بقدونس مفروم، معلقتين ثوم، معلقه كمون، 3 معالق عصير ليمون، لحمه معصجه، كيلو زبادي، كوبايه طحينه، لوز محمص، وملح وفلفل، ومعلقتين سمنه. طيب نبتدي. يلا. احنا طبعا انت هتعملي عليها النار، هتعملي النار في حاجه؟ هقول لك. احنا طبعا الحمص بننقعه من قبليها بيوم، اوكي، عشان بياخد وقت كتير في السوى قوي. على فده اوريدي هو منقوع ومسلوق، بس هنسخنه، اوكي، عشان بنستعمل الشوربه بتاعته. اوكي. هنجيب ممكن في ناس بتشيل بقيته في الفريزر عشان ما كل مره ما تقعدش تسلق. ممكن نشتغلها هنا. هي اكله سهله قوي يا جماعه. عندك تحبي عندك نشتغلها. خليها جنب المقادير بتاعتك. اوكي. اكله سهله بس فتت مدام راويه مش زي اي. ربنا يخليك يا منى، انت جميله. انت هتسيحي ده في حاجه احطها على النار؟ هي الفته سهله جدا، اوكي، يعني اي حد ممكن يعملها. يا جماعه ادي العيش. ما تحمريش العيش. لا لا لا، العيش ده طري خالص كده، اوكي. اهو هناخد الـ الـ الحمص المسلوق اهو، وابتدى يسخن. خلاص اهو ابتدى يسخن. انت خسيتي شويه مدام راويه، صح؟ يعني 2 كيلو. حلوين. احييكي والله. عقبالنا يا رب. عقبال ما يبقوا 10 يا منى. ما شاء الله كلنا. انت بتسخني كده؟ اوكي. كده سخن خلاص اهوت. هاخد الحمص هحطه انا، بس كل اللي عليا نكون نقع الحمص ده من امبارح، من قبليها بيوم، ويتسلق لغايه ما يبقى. يعني انا انقعه ولا اسلقه؟ لا، الاول نقع من بالليل، تاني يوم سوى. تاني يوم يتسلق. اوكي. عشان يستوي بقى باخد بقى شويه ميه الحمص. طبعا الميه بتاعته. اوكي. حط كده شويه عشان نطري العيش. عاده الناس بتحمر العيش فعلا في فرن، او لو عايزه تعمله في زيت شويه. يمكن اللي بيتحمر اكتر في فتة الزبادي. هي هنا حمص بالزبادي. دي حمص اهي كده. الحمص هو المين يعني. هنقلبه كده عشان العيش يطرى. حلو قوي كده. متوقع. بكون عامله ده الزبادي، اوكي، كده هحط عليه الطحينه. ده كم معلقة زبادي؟ كيلو زبادي عليه كوباية طحينة. اوكي. كيلو زبادي يعني كم كوباية؟ حوالي 5. 5 كوبايات. اوكي. وطحينة، واقعد اقلب اقلب اقلب. اديني الليمون يا حبيبتي. حاضر، اتفضلي. احط لك الليمون. الخمسة كبيرة شوية. يعني لو كوباية صغيرة مش هيبقى كيلو 5. الكوباية الكبيرة. الكوباية الكبيرة. الكبيرة شوية. 200 جرام. ممكن تحطي لي ملح. ملح. حاضر. السر بقى في الطحينة على الزبادي ده. والليمون. الله. الملح. ايوه. كتير ملح مفيدة ده؟ لا لا، مش كتير. ممكن بس نحط التوم وانا بقلب كده. وتوم. أيوة. وليمون. كله؟ كله حطيه. اوكي. اوكي. وايه تاني؟ خلاص. في هنا الكمون. هحط بس بعدين. في زيت. كويس. لا، في مش سمنة. عايزين زيت. احنا هنستعمل دي، بنستعمل فيها سمنة. كده خلاص اهو. ممكن بقى نحط شويه كمون. اوكي. بس تمام خلاص كده اتضربت خالص. يبقى الزبادي والطحينه والليمون والكمون والثوم وملح. انا كنت قبلها العيش اهو مع كده اهو. هحط بقى اللحمه المفرومه. لا، هحط الاول الطحينه بالزبادي كلها، بغطيها. اوكي. كده. اوكي. على فكره الاكله دي مش شرط انها تتاكل سخنه. لا يعني ممكن اكلها بارده. هو انت ممكن بارده بس تبقي السمنه لازم تبقى طبعا سخنه. هو في جريمه هتحصل. سمنه في الاخر شويه ممكن تبقى شرب كده. اوكي. دي اكلتنا خلصت خلاص اهي كده. خلاص بس نخلي بالنا برده لان الطحينه فيها كالوريز كتيره قوي والله. للي بيعمل دايت يعني سيبيه يمسكها يا فوزيه. مره يروحوا ال2 كيلو على طول. يا فوزيه
ارحميني يا منى. طب توم وجيري في المطبخ منى ومفيده. 2 كيلو تتعب تنزله وتاخد بقى بول الطحينه خلاص. بس اجمل حاجه في الدنيا الاكل. بصي بقى احنا بنقول اللي عايز دي يعني للعايز. دي السمنه احنا خلاص قدحناها كويس قوي. تمام هاخد كده احط بقى هنا كده أوكي. الوش بتاعها انا بدخلها الفرن. لا 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 طب لو عملناها بزيت زيتون تمشي؟ ايه والله اللي عايز بزيت ممكن. مره احساس بالمرض. زيت زيتون بس ما يتقدحش. احساس مرق يعني بزيت بقى. زيتون احس ان انا عيانه على طول. بس ماشي روعه. معلقه بس صغيره. اللبنانيات بياكلوا زيت زيتون وطحينه والمصريات بياكلوا سمنه بلدي زي الفل. احنا قبل كده كنا متفقين ان احنا العين عندنا بتاكل طبعا بتاكل قبل اي حاجه. طيب انا كده هروح واخده البقدونس. الله حتى كده حلو بقى تكمله القيمه الغذائيه بتاعه الطبق. الموضوع خلاص كده بسيط وسهل. شفتي الطريقه بقى والتزويق يا كده. سلام كويس. ده العصاج انا بقى معصجاه. ايوه معصجاه. بصله عادي على النار وملح فعلا سخنه عند الشوام يعني. اه طبعا محلات هنا في شوام كتير. احنا ممكن كده لو حابين تسخنيها مثلا بردت شويه تدخليها 3-4 دقايق في الفرن. ينفع يعني بكل لا. حاجه بالبقدونس زي ما هي كده. انت عارفه ايه اجمل حاجه راوي في الاكله دي؟ انها 5 دقايق. اه ما خدتش وقت خالص يعني كل ست بتتفرج علينا جايه مستعجله من الشغل لو بس سلقتي الحمص الصبح خلصت خلاص. اي عروسه جديده او اي عروسه جديده عندها هتعملها على طول. باخد شويه اللوز. اوكي كده كمان لوز اهي. ما انت عارفاني يا منى. بتغزليني انا. بتغزليني دي كده الاكله. اسمحي لي ان انا ايه اطلع الجزر واطلع ده لان هم ما يفرقوش عن بعض. الاثنين اجمل من بعض. طب ممكن تقولي لي بقى مقادير الجلاش؟ بصي حاجه واحده بس هنحطها. حطيت حاجه حمراء عشان لا ده فلفل كده فلفلات. لازم احط بقى شويه حمص عشان نعرف ان دي فتة حمص كده. مش عارف ممكن سريعا تقولي لي مقادير بقى الجلاش بالتمر بالكراميل. حاجه انت ممكن يبقى عندك من الطحينه ممكن تعمليها سلطه نفسها. الله. هي دي جميل. تحطي عليها شويه زيت زيتون وتعمليها. مقادير سهله. المقادير اوكي. عندنا لفه جلاش وعندنا تمر مفروم وعندنا معلقه كبيره قرفه معلقتين زبيب لوز محمص سمنه سكر مكرمل. اوكي انت هتحتاجي هنا تسخني ايه بس على النار اهو. السكر اللي احنا سكر عادي على النار. اوكي احنا مش محتاجين دي خلاص. لا خلاص اوكي اتفضلي حضرتك. نقول ايه؟ انا هاخد جوانتي بعد اذنك. اوكي اتفضلي. ده السكر المكرمل ده بعمله ازاي انا بقى؟ هو هيسيح بقى سكر على النار بس كده خلاص. طب ايه السر بقى اللي حضرتك ما بتتخنيش رغم ان اكلك حلو وجميل كده؟ بتعملي ايه بقى؟ والله باكل يا منى. تاكلي واخر وجبه ليكي الساعه كام؟ لا ما باكلش بالليل. بالليل يعني بالليل دي كوبايه زبادي تفاحيه. اي حاجه توستايه بحته جبنه قريش. اخر وجبه تكون بس. الغدا وبعدين في العشاء حاجه خفيفه. وهو ده احلى حاجه ما تتخنش. تمام اوكي. ده كده بقى في الجلاش عندنا. والله اللي تورينا الكاتنج بورد اللي انت طلعتيها ومدام رويه ضحكت قوي. تقول لها عايزه حاجه افرد عليها الجلاش جابت لها حاجه قد كده فضحكت ضحكه جميله. كان عندنا حته صغننه. بصي يا حبيبتي ادي كده ادي الجلاش. تمام هلفه بس كده كويس. وبعدين هاخد انا بقى عاجبني بتاع ده. زبده كده. زبده. اوكي أو سمنة شف ما. زبدة مسيحاها سمنة أي حاجة. وباخد ده البلح معمول بمعلقة زبدة وتحطي على النار إرفة. بس دي طبعا قرفة أساسي. أهي شماها أنت مفيدة القرفة فيها. بصي احنا ممكن فين اللي كانت معاكي الطاسة؟ عايزة الطاسة؟ ما احنا مشكلتنا بس دي على قد التمرايه القطعه على قد التمرايه يعني. شفتي سهله قد ايه؟ رفيعه مش طويله. ممكن تدينا بايركس. انا عايزه اوري بس المشاهدين ان احنا البلح بيتحط اهو على النار كده اهو وبحط معاه عشان يبقوا عارفين القرفه. انت كنت بتشرحي لهم انتوا بيعملوا البلح ازاي؟ وادي شوية زبيب.
اوكي ولوز اوكي بس والسمك وبعدين ما هو محطوط فيه اه زبده بس خلاص ادي طب ادي البايركس اهو عشان هنرص بقى فيه اوكي وبندخله الفرن بندخله الفرن طب ده خلاص اطفي عليه بقى اطفي بقى كده ولا اشيله خلاص انا اشيله اوكي اوكي ادي اوكي ادي الجلاش بنقطعه بالطول ونفضل احنا احنا بنرش ده عليه بعد ما بنخلص بعد ما بيطلع من الفرن بعد ما يطلع من الفرن اوكي ويبقى المنظر ده طب والكلام ما بينشفش يا مدام لا 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 اهو ما بينشفش برضو هنلف واحده كمان اهي اهو بيبقى ده الشكل ده شكل اللف وبعد كده بدخله الفرن وبعد الفرن بقوم رشه كراميل عليه وحبه قرفه وبالهنا والشفا اهو بصي الله كده جميل جميل والله احنا عندنا بلح كتير ممكن نعمل الفكره الناس كمان طالعه من رمضان ممكن يكون عندها تمر في الفريزر اي حاجه سهله وبعد ما الاكلتين سهلين جدا بنروح راشين الكراميل حابه تحطي بقى شويه لوز شويه زبيب طب ممكن فعلا في بلح عادي؟ ممكن يبقى بالبلح العادي يعني لو البلح الامهات اللي طبعًا في السوق ده اي بلح ويتعمل بشويه لا 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 اي بلح روي انا بشكرك جدا منورتينا ومستنيينك الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله تكوني موجوده معانا وحاجات جديده شرفتينا جدا مستنيينك يا مدام راويه وشكرا ان شاء الله على خير وحلقه جديده والستات ما بدل ايه ما فيش اكدبوا ابدا خالص ابدا والله مش هاكلك بقى النهارده انا بقى مش ناوي اكلك انت مش عايز تعملي دايت ممنوع الاكل لا لا لا